طيب ناخد تليفون على الهاتف معايا زميلي كريم احمد مراسل لقناه النادي الاهلي حاضر في التوقيت الحالي في ملعب مختار التتش تدريبات فريق النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي محمد، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وخلاص بقى الايام بتجري بسرعه، يعني رمضان اسبوع بالكثير وهتنتهي الايام الجميله. كل سنه وانت طيب زميلي محمد، ان شاء الله يكون كام شهر كده خير على جمهور النادي الاهلي وعلى اعضاء النادي الاهلي، ويا رب الايام المتبقيه من رمضان يكون كان فراجه كده في بطوله الدوري، ويكون في قرارات جيده يا محمد من اتحاد الكوره. ان شاء الله باذن الله تكون الشهور القادمه كلها شهور خير على الكره المصريه وعلى الشعب المصري جميعا يا رب باذن الله. طيب التدريب عندك الاخبار ايه؟ يعني الفريق بيتدرب بيستعد بينتظر المواعيد الرسميه بخصوص المباريات القادمه برؤيه الجهاز الفني، لو اتكلمت مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ وجهه نظره في ما هو قادم، التدريبات الحاليه برضو موقف اللاعبين، كل اللاعبين قدامك في التمرين، يعني وضعنا في الصوره، قول لنا دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط في ملعب مختار التتش يا كريم. كالعاده طبعا زميلي محمد، يعني الاستعدادات لم تنقطع بالنسبه للنادي الاهلي رغم الحاله الضبابيه اللي احنا شايفينها من اتخاذ القرار في اتحاد الكوره باقامه المباراه بتاجيل المباراه لبعد كاس الامم، لكن في يمكن الحاجات المميزه جدا والاشياء الطيبه من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ ان في فصل تام يا محمد من اللعيبه لهذا الامر. اللعيبه يمكن كابتن سيد اجتمع مع اللعيبه قال لهم احنا هنلعب في اي وقت مهما كان الظروف المحيطه، لابد ان احنا نركز فقط في التدريبات، بنخطط في جمل خططيه مستمره ان الجهاز الفني بيقوم بتنفيذها، في متابعات لشرائط الفيديو بالنسبه لمباراه المقاولين اللي كان من المفترض ان النادي الاهلي كان من المفترض اليوم يكون في معسكر مغلق، لكن خلاص بعد التاجيل اللي تم قبل الفطار تمام اللعيبه كلها بالزي العادي، ما فيش طبعا اليونيفورم الطبيعي اللي هو بيكون قبل التدريب، بيكون خلاص الاتوبيس النادي الاهلي بعد التدريبات بينتهي وبيبدا فندق الاقامه، لكن النهارده خلاص لعيبه النادي الاهلي بتستأنف التدريبات. عايز اطمنك على اكثر من لاعب، يعني كمان وليد هزارو كان بيعاني من كدمه في الكتف وكان متواجد في الجيم ادى بعض التدريبات، النهارده بنشوف وليد هزارو مشارك في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، وفي اللحظات كمان اللي انا بكلمك فيها في تقسيمه في منتصف الملعب بيشارك فيها بكل قوه سواء مروان محسن وليد هزارو حسام عاشور، كل اللعيبه محمد متواجده باستثناء احمد الشيخ كريم ند بتاع سمير احمد الشيخ طبعا علشان الانكل، لكن بشكل عام اللعيبه في قمه التركيز، اللعيبه منتظره مباراه المقاولون غدا كمان القرار ان شاء الله باذن الله نشوف قرار جيد يرضي جميع الاطراف وخاصه النادي الاهلي. النادي الاهلي يا محمد انت عارف هو يمكن اكبر الانديه المتضرره في هذا الموسم الاستثنائي اللي شايفينه مش استثنائي حتى هذه اللحظه، لكن بشكل عام النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بتادي التدريبات بكل قوه، غدا كمان هيكون في التدريب على امل ان شاء الله ان احنا نشوف جدول المسابقات، نشوف ايضا كمان ميعاد مباراه المقاولون العرب المجهول حتى هذه اللحظه زميلي محمد. طيب عدد من اللاعبين كان الفتره الاخيره طبعا كانت في اصابات طفيفه وخفيفه، يعني طمني كده على حاله وليد ازارو واحمد الشيخ، يمكن النهارده كانت في اخبار متعلقه ان وليد ازارو كدمه خفيفه في الكتف لكن هيشارك في التدريبات الجماعيه النهارده، احمد الشيخ بالكثير خلال اسبوع هينضم للتدريبات الجماعيه، وايضا لو في اي لاعبين اخرين يعني ايه الجديد برضو يا كريم لو في جديد قول لنا. يمكن لا زي ما بقول لك زميلي محمد هو يمكن ابرز الاصابات وابرز اللعيبه اللي كانت بتاهل بالنسبه للفتره الماضيه او بالنسبه لوليد ازارو بالتحديد، النهارده وليد ازارو اطمنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيشارك في التدريبات الجماعيه، يمكن النهارده زي ما بقول لك في اللحظات دي في تقسيمه بيشارك فيها بكل قوه يعني تدريب كمان بالكره، فواضح ان وليد جاهز ان شاء الله خلال الفتره القادمه، واحمد الشيخ اللي لسه بعيد شويه عن التدريبات لكن مستمر في البرنامج الموضوع من الجهاز الطبي، تدريبات في الجيم بعض الجلسات في ليه يستمر زي ما بقول لك بقى كمان يمكن البرنامج المطول شويه بالنسبه لسعد سمير وكريم ندبد، دول الاثنين طبعا يمكن مطولين شويه بالنسبه للاصابه، لكن الحمد لله كل اللعيبه حتى هذه اللحظه الكل متواجد الكل بيشارك ما فيش اي اصابات، ويا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله تبعد كل الاصابات عن لعيبه النادي الاهلي. طيب برضه الجزئيه المتعلقه بالتدريبات خلال الفتره القادمه، يعني الجهاز الفني لو ما صدرش قرار النهارده بخصوص مواعيد المباريات الدوري، هل احتمال يكون في راحه لبكره او بعده ولا تدريبات مستمره الى ان يتم اتخاذ قرار بمواعيد المباريات القادمه؟ بالنسبه للتدريبات يا عماد غدا التدريب طبيعي الساعه 9:30 على امل ان شاء الله زي ما بقول لك صباحا او قبل الفطار يكون في القرار بتحديد ميعاد المباراه، لكن النادي الاهلي مستمر في التدريبات وده القرار يمكن اتخذ من الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ ان النادي الاهلي يستمر في التدريبات عقب انتهاء الفطار وفي تمام الساعه 9:30 كما هو معتاد في شهر رمضان، غدا ممكن الرؤيه تبان بشكل كبير جدا يا زميلي محمد وبالتحديد في التدريب هيبان مع تحديد مباراه المقاولون، هيبان هيكون في معسكر مغلق امتى، هيبان في تعديل للتدريب ولا لا، لكن يمكن الحاله مجهوله شويه الساعات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، بتمنى ان يكون في انفراج وبتمنى يكون في معرفه للمواعيد لان النادي الاهلي هيضع امور كثيره جدا مع اعلان مباراه المقاولون المجهوله حتى هذه اللحظه زميلي محمد. طيب اخر سؤال يا كريم، ايمن اشرف يعني شال القناع على الوجه ولا لسه برضه الجهاز الطبي فضل انه يكمل القناع خلال الايام القادمه؟
يمكن ايمن اشرف لا يعني قناع متواجد في حرص كبير جدا عليه من الجهاز الطبي، لان تدريبات الكره واشتراكاته كمان بمركزه الحساس في المستكل التحامات كثيره في التدريبات، بيرتدي القناع لان يمكن اي اصابه او اي خبطه الحمى طبعا هتاثر بشكل كبير، هي بتعوق شويه وده اللي يمكن فهمنا شويه يعني بتحجب الرؤيه شويه، لكن محتاجه تعود ان ايمن يتعود عليها بشكل كبير، فعشان كده في التدريبات بشكل مستمر على مدار التدريب بالكامل بيكون مرتدي القناع، ممكن يبقى فيه راحه بسيطه جدا يعني ممكن نقول ان هو بيحاول ان هو يقلع القناع في جزء من المران، لكن على اغلبيه المران او الساعه ونص اللي بيكون فيها تدريب للنادي الاهلي بيكون مرتدي القناع، لكن ان شاء الله باذن الله يعني اي ما يبقاش في اي حاجه، القناع بيحمي بشكل كبير، هي التدخلات بس اللي بيتم التحذير عليها بشكل كبير جدا من الجهاز الفني، الاحتكاكات بتبقى قويه شويه للحماس والجديه اللي بنشوفها مع لعيبه النادي الاهلي، لكن بشكل عام ايمن اشرف الحمد لله يمكن جاهز ان شاء الله بدنيا وفنيا خلال المرحله القادمه. اخر سؤال يا كريم، انضم للتدريبات الجماعيه ولا لسه في التاهيل؟ لا علي رطفي منضم، يمكن كمان امس كان بيشارك في التدريبات الجماعيه واطمننا بشكل عام عليه من كابتن طارق سليمان والطبيب النادي الاهلي خالد محمود، بيعلن جاهزيته ان شاء الله بيأدي التدريبات قويه مع الشناوي ومع شريف اكرامي احمد طارق سليمان مصطفى شوبير، يعني طبعا علي كان غاب الفتره اللي فاتت وكان عنده برنامج تسهيلي موضوع، لكن شفائه تماما ومتواجد مع فريق النادي الاهلي، وايضا كمان في اللحظات اللي انا بكلمك فيها بيشارك في التأسيبة مع بالتوالي طبعا مع الشناوي وشريف اكرامي واحمد طارق سليمان. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات وكل هذه المعلومات.